مثلا متابعي ومتابعات قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة أسف. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 85 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 10 من يومه الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 1746 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب كوفيد ماروك بوهم أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 7206، وبلغ عدد الحالات التي تمادلت للشفاء من المرض حتى الآن 196 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الوفاة 120. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بالقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذن متابعي ومتابعات قناة شوف تي في، الآن سمعتم لآخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا، عدد الإصابات الجديدة وعدد الوفيات وأيضا عدد الحالات التي تبادلت للشفاء. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 85 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 10 من يومه الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في المملكة بالفيروس إلى 1746 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب كوفيد ماروك بوهم أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 7206 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تمثلت للشفاء من المرض حتى الآن 196 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الوفاة 120. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بالقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إخوان، الوزارة تعلن عن تسجيل 85 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا إلى حدوث الساعة 10 من صباح اليوم، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا بالمغرب إلى 1746 حالة. بلغ عدد الحالات التي تمثلت للشفاء 196 حالة، فيما غادرنا إلى دار البقاء 120 حالة. بنادم يرد البال راسه، رد البال يوصلوا مع الإخوان، دور أعداد هي غدا في ارتفاع، وصلنا ل 1746 حالة. نتمنى منكم أنكم تاخذوا الحيطة والحذر ديالكم مع الإخوان. إلى هنا تنتهي حصيلة فيروس كورونا بالمغرب لهذا الصباح.